سكوكاي خلصناهم خلاص، هما اتنين بس في المنهج، ستاف وعيلة الستريبت اللي احنا قسمناها ستريبت مجموعة كده على بعضيها، وستريبت نيمونيا ماما كلهم عيلة واحدة. هناخد الوحيدة الوحيدة في المنهج اللي جرام نيجاتيف كوكاي، ودي الأخيرة خلاص الكوكاي. يبقى كوكاي كام عيلة؟ ثلاث عائلات، عيلة اسمها ستاف وعيلة اسمها ستريبت جرام بوستر وعيلة وحيدة جرام نيجاتيف وهي النيسيريا. النيسيريا اورجانيزم اول حاجه هيمشي ازاي؟ هناخد مقدمه عامه عن العيله اللي اسمها نيسيريا، وبعدين هندرس فردين مهمين منها، في افراد تانية متشابهين معاها وفي افراد منها شغالين في لورا، ناخدهم في الاخر. لكن الباثوجينيك الحلوين اللي يهمونا هم اثنين، واحده اسمها نيسيريا جونوريا، وخلي بالك رتبها بالاحمر لان هي جرام نيجاتيف، نيجاتيف يعني صبغتها بتكون اللون الاحمر في الجرام. واحدة اسمها نيسيريا جونوريا بيدلعوها جونو كوكاي، فاسمها التاني جونو كوكاي، والتانية اسمها نيسيريا منينجيتيدس بالدي وليست بالتي، مش منينجايتس ده اسم بكتيريا، بيدلعوها منينجي كوكاي. انا بفضل اسم الدلع عشان ما نتلخبطش، منينجايتس ما بيزعل لما تقول نيسيريا منينجايتس اسمها منينجيتيدس، حاضر شكرا، ما هي هي اسمها الدلع منينجي كوكاي. دول الباثوجينيك. لكن في فلورا، وخلي بالكم في من عيله النيسيريا فلورا بيبانوا في المورفولوجي بتاعهم، بيبانوا في الشريحه نفس الشكل فيلخبطوني. ادي قيمتهم، ما هو اي فلورا من نفس العيله تلخبطني. يا ترى انا لما الاقي عندي جرام نيجاتيف كوكاي، ترى دي نيسيريا باثوجينيك ولا مش باثوجينيك؟ هميز ازاي؟ هضطر اكمل الدياجنوزس، اعمل بقى مزرعه واعمل مش عارف ايه زي ما نشوف دلوقتي. لكن ما ينفعش اعتمد على العين ده سمير. ليه؟ كلهم جرام نيجاتيف كوكاي، ما يفرقوش معايا في حاجه. طيب الفدورا مين هم؟ هناخد منهم فردين متشابهين مع النيسيريا العاديه بتاعتنا، ولكن ما يهموناش دلوقتي نتكلم عليهم. ايه الجنرال كريتيريا بتاعت اي واحد من افراد النيسيريا؟ والله الشكل بتاعهم عباره عن جرام نيجاتيف دبل كوكاي، فدايما هم ثنائيات. بس ما هماش كوكاس كده. هما الادجيسنت سيرفيس، ادجيسنت يعني الملاصقين، بيكونوا فلاتن، فلاتن يعني مستويين. فالشكل النهائي شبهوها بان هي كيدني شيب. عامله زي كيدني، ماشي على عين العرض. دكتور يعني لازم اقول التفاصيل السخيفه دي؟ يعني افضل، لكن لو ما قلناش فهي جرام نيجاتيف ايه؟ خدنا قبل كده جرام بوستر دبل كوكاي كانت الستريبت نيمونيا، والنهارده بناخد اختها بس النيجاتيف دبل كوكاي. فهي ثنائيات جنب بعضها. مشهور جدا ان مع النيسيريا جونوريا او النيسيريا نيجاتيف انفلاميشن عنيف جدا، انفلاميشن عنيف جدا يعني في بصل. فالدبل كوكاي دول بيكونوا جوه بصل او بيكونوا خارج البصل. تاني فهي انترا او اكسترا سيلير، انترا او اكسترا بصل، يعني جواها يا خارجها. ده كده المورفولوجي بتاع الكل. طب لما نحب نزرع الكل، اوعى تنسى عيلة النيسيريا الباثوجينيك منها متدلعين دلوعه. في اغنيه بتقول يا بتاع النعناع يا بنعنع، اسمعها كتير. هنا بتاع الشوكولاته المتدلع، بتاع الشوكولاته المتدلع، كلمه متدلع في العلم يعني فاستيديس. فاستيديس اللي بتذاكروا من الكتاب يزودوها، موجوده في الام سي كيو. فاستيديس معناها نزيه. يعني ايه نزيه؟ متدلع. يعني ايه متدلع؟ لا المتدلع ده معناها انا راجل متدلع، مروحت البيت مراتي عامله لي صينيه بطاطس مش عارف باللحمه ومش عارف ايه بايه، بس انا بحب صينيه بطاطس بالبط. انا متدلع، مزاجي كده. فشوف عملت ايه؟ ما حلو اهو، ما رضا اللي هتلاقيه كله. فايه صينيه بطاطس باللحمه ولحمه مفرومه ومش عارف ولحمه بارده ولقيت فراخ ولقيت وهي ما شاء الله تعبانه ايه مكلفه. انا هاكل؟ هروح اعملها الاكل في وشها، ايه اللي انت عامله كله؟ ما انا متدلع. ادي اصناف الرجاله اللي بنشوفها بعد كده في حياتي. فعرفي ساعتها يبقى اسمه ايه؟ فاستيديوس. وبيقول له كده لو هو مش دكتور، انت فاستيديوس.
فالسيس معناها المدلع. يعني ايه المدلع؟ يعني لازم تحقق له شروطه بالكامل دون اي خلل ولو بقدر بسيط في شروط المزرعه. طب انت حضرتك عايزه ايه عشان تتزرعي؟ انا رقم واحد بحب الهواء، فانا ايه رايك؟ درجه حرارتي كان معدل 37، بس بحب اشرب سيجاره، بحب 5% كربون دايوكسيد، ولما تزرعوني بزعل قوي من نيوترن تأجار. نيوترن تأجار ده سم الميديا مش حيقرأها ليه عايزاه؟ أمال حضرتك عايزة مين؟ بلاط أجار؟ لا لا لا، أنا مش عايزة بلاط أجار، أنا بحب الشوكولاتة. فبتتزرع على شوكولاتة أجار. شوكولاتة أجار؟ هو إيه شوكولاتة أجار ده أصلاً؟ ده عبارة عن هيمولايزد بلاط أجار. يعني ايه؟ يعني الدم لما اجيبه لها كامل دم؟ لا سخنهولي. ما بجيبوش الا متسخن. هو هيت براد اكر. له اخ اسمه فاير مارتن. يعني كلام بيننا وبين بعض. شكرا اجار بالنسبه لها يعتبر انريتشد، فاير مارتن يعتبر بالنسبه لها سيلكتيف. هو مش سيلكتيف ليها هي. بس بيميزها لي من حاجات تانية ممكن تلخبطها، لكن هو برضه بيميز حاجات تانية هنقولها إن شاء الله. فهو إلى حد ما سيلكتيف. لو لقيت في الـ MCQ إن الميديا دي قريبة من شوكولاتة أجار، أيوة صح يا قريبة، أمال إيه الفرق؟ إن هي محطوط عليها أنتي بيوتكس، نعم. أنتي بيوتكس بسم الله ما شاء الله. ليه يعني؟ ما هي الأنتي بيوتكس اللي إحنا حاطينها تموت أي بكتيريا ما عدا النيسيريا. فعشان كده كأنها إيه؟ سيلكتيف. طيب. تاني كده المزرعة بتاعتها ايه شروط الزراعة بتاعتها؟ وأهم حاجة الشروط ها بسرعة 37 ده العادي لكنها هوائية ومع الهواء محتاجة كربون دايوكسيد 5 ل 10% كربون دايوكسيد ما تزرعش على بلاط أجار عادي تزرع على الشوكولاتة يبقى تزرع على شوكولاتة أجار أو فاير مارتن. طب ايه شكل الجروث؟ مش سيجنيفيكانت جروث بالنسبة لي بما ان دي بتزرع على دول تبقى هي واحدة من عيادة النيسيريا. طيب كويس خلي بالكم ان الدايجنوز كمان شويه ان شاء الله مش هعيد نفس الكلام. ما خلاص ما احنا قلنا الدايجنوز التسمير وقلنا الكالشر وهنقول البايوكيميكال رياكشن. هو البايوكيميكال رياكشن قاعده بنحطه فين في الدايجنوز؟ في ايتم اسمه الايدنتيفيكيشن بيتعمل بعد الكالشر. يبقى البايوكيميكال رياكشن هي بتتعمل قبل ولا بعد الكالشر؟ بعد الكالشر. البايوكيميكال رياكشنز بتوعها انت بتعيشي ازاي؟ بتعملي ايه تفاعلات كيميائيه؟ لما تلاقوا بعد كده مصطلح بي ار في المذكره يعني بايوكيميكال رياكشن. واحد احنا اوكسيديز ظهر جديد اهو فوسفور ده بيميزها تست الثالث ديز الشكل بتاعه عندكم هو بيبقى طبق في منديل لونه بنفسجي المنديل ده لو طلع النقطه البنفسجيه لو طلعت يبقى فوسفور ما طلعتش يبقى نجد. طيب كويس خالص هناخد ان شاء الله معانا. اثنين احنا كاتاليز فوسفور أنا واحدة قبل كده كتاليز بوست بمين؟ داز. ثلاثة إن يسيريا جونوريا وإن يسيريا مننجيتيدز دي بتعمل فرمنتيشن لنوع من الكربوهيدرات اسمه جلوكوز بيبدأ بحرف الجي وبتطلع أسيد أونلي. إيه فرمنتيشن معناها تخمر بتخمر السكر. نواتج تخمر السكر يا إما حمض يا إما حمض و غازات. احنا هنا في الحاله بتاعتنا عباره عن حمض فقط لا غير. طب المننجيتيدز فيها ام وفيها جي عشان ما تنساش هي بتعمل فيرميشن لحاجتين بتعمل فيرميشن برضه للجلوكوز زائد مالتوز والنتيجه اسيد اونلي. كويس. طب ما تقول لي بالمره كده احنا حتى الان ما فرقناش بين النياسيريا الباثوجينيك والفلورا. لا فرق. مين تطلع على الكالشر بتاعتنا اللي احنا قلناها؟ شكلة ابار انت بتقول لي انا هجيب لك زي ما قلنا التشبيه بتاعنا انا هجيب لك بطاطس وبطاطس كلنا هناكل بطاطس وبطاطس المدلع ياكل واللي مش مدلع برضه ياكل مش مدلع مش لاقي ياكل اي حاجه ياكلها
لكن لو جبت له رز مين هياكل؟ اللي مش مدلع بس، اللي هي الفلورا. والمدلع لا، انت لو جبت له لحمه مش هياكل. فعشان كده لما احب افرق النيسيريا بتكالشر، خلي بالك من الكلام ده كمان شويه هقول تاني، لما احب افرق النيسيريا الباثوجينيك عن الفلورا ازرعها على ايه؟ على السمبل ميديا اللي هتطلع منهم فلورا، هتشيك مكتوب على جنب، واللي مش هتطلع تبقى لو ما طلعتش بس، يبقى اللي هتعمل جروث دي فلورا مش باثوجينيك. طب ما عملتش جروث كمل وازرعها بقى دلعها. طيب واحده من اول الفروقات الثانيه بين الفلورا والباثوجينيك هو الفيرمنتيشن اوف شوجر. النون باثوجينيك بكتيريا او الفلورا بتعمل فيرمنتيشن لجلوكوز، مالتوز، مالنايت، سكروز، دي انواع السكر. اي حاجه في اي حاجه والنتائج اي حاجه في اي حاجه فاريبل. دكتور مش اكيد ان انا اشخص يعني، انت قلت لي فاريبل يعني ايه؟ يعني في نوع من النيسيريا الفلورا بيعمل الجلوكوز بس، شبه مين؟ مش عارف افرق. في واحد تاني بيعمل فيرمنتيشن للجلوكوز ومالتوز شبه النيسيريا مين؟ مش عارف افرق من جديدز. لكن لو هو عامل مثلا في مشهد الجلوكوز وسكروز يبقى فرق ولا ما فرقش؟ فرق ما دام ظهر حاجه جديده. فهي دي معنى كلمه فاريبل، مختلفه، وجايز الاختلاف ده يكون فيه بعض التشابه. امال ايه التست اللي يفرقهم عن بعض؟ واحد من ضمن الاختبارات اخترعوه جديد حاجه اسمها رابد كربوهيدرات يوتيلايزيشن تيست، ومش عليكم النتائج بتاعته. اختبار سريع، نتائجه حلوه جدا ممتازه. كده يبقى احنا خلصنا البايوكيميكال رياكشنز بتاعتنا. احنا طبعا عندنا حاجه اسمها جينيك كاركترستيك دايما بيحطها في الكتاب، على فكره الباراجراف اللي هو البيضاوي ده دايما بيلم الكلام بسرعه او بيلم المقدمه ما ينساهوش. تاني كده ايه بسرعه احنا قلناها دي الدكاتره راجع مع بعض. البكتيريا بتاعتنا عباره عن كام واحده باثوجينيك؟ اثنين. نيسيريا جونوريا او نيسيريا من الجديدس، طبعا كل واحد بتعمل مرض بشكل معين وطريقه معينه زي ما بنحكي دلوقتي. الاثنين على بعضيهم في المورفولوجي بتاعهم عباره عن جرام نيجاتيف دي بلو كوكاي، يقول لك انها خلايا تبدا جينيك سيرفيس كدني شيب. اوكي قول كدني شيب وهرب منها. كويس. انترا اكسترا سيلير، انترا اكسترا باستلز، لما نحب نزرعها اوعى تنسى ان هي فاستيديس. يعني ايه فاستيديس؟ متدلعه بالبلدي. يعني ايه بالانجلش؟ فاستيديس معناها نزيهه. متدلع بالبلدي، حلو. يعني ايه متدلع؟ يبقى ايه شوف الزراعه بتاعتنا درجه حراره 37، هي محتاجه هواء. يعني فقط ما بتزعل منك. ايروبيك. حلو. بس محتاجه بمزاجها 5.1% كربون داي اوكسيد. تتزرع على مش بلاط اجار، شغل الاجار. او ثاير مارتن ميديا. كلام جميل. البايوكيميكال رياكشنز بتوعها كلهم كلهم باثوجينيك وكاتاليز بوستيف. نيسيريا جونوريا بتعمل فيشن لمين؟ طلع اسيد بس. نيسيريا منين جي تي دي بتعمل فيشن لمين؟ جلوكوز، ونطلع برضه اسيد بس. طب النون باثوجينيك نيسيريا في الكونفنشنال بتعمل فيشن لمين؟ الله اعلم. وعندي اختبار كده سريع بنستخدمه، اسمه سريع يبقى اسمه رابد كاربونيك ديليشن تيست. المقدمه الظريفه اللي في الاول دي لمت الدرس تقريبا ايتمز كتيره. نخش كده خطوه خطوه على اول واحده منهم. اول واحده متدلعه اسمها النيسيريا جونوريا. حد يعرف اسم الدلع بتاعها ايه؟ جونوكوكار. ركزوا معايا، انا هحكي القصه بتاعت المرض عشان اطلع الدرس. ايه اللي يلزمها عشان تعمل المرض بتاعها؟ بص يا كابتن، هي بتعمل مرض اسمه استيلان بالعربي، اسمه جونوريا. كلمه استيلان بالعربي نترجمها للانجلش يعني ستشارج، افرازات. بيرن ستشارج، طليضيه، قيحيه. وطبعا هيبقى معاها ديسيوريا. ادي المفتاحين بتوع الكيس. شارب ديسيوريا. المرض ده بينتقل بالجنس. فطبعا افكتنج الميل والفيميل. سيكشوال ترانسميتد ديزيز. البكتيريا بتروح على الجينيتال تراكت. طيب ده المفروض الجينيتال تراكت. في الفيميل مثلا
نلاقي كمان شويه كلام عجيب هيتقال. تروح على الجينرال تراكت في اصلا سواء في الميل او في الفيميل هنا في افرازات اصلا طبيعيه بتتكون. لو كنا في الميل عندنا يورين قال ده لازم يكون عندها حاجه تكون بتمسك جوه هتزحلق. يبقى اول فيرولانس فاكتور واهم فيرولانس فاكتور ولازم يكون بالترتيب رقم واحد بيلي، هو ده اللي بيسمح لها بالادهيجن. اللي ما عندهاش بيلي من النيسيريا مش هنسمع عنها اصلا، لان هتيجي تقف فيها مش هتعرف تروح الميجوزا تطلعها عشان افرازات عاديه غسلها وشيلها، فهي في حته ووتري جدا جدا. طيب البيلي يا دكاتره، على فكره النيسيريا جونوريا 100 نوع. نعم هيتروجينوس، يعني ايه هيتروجينوس؟ متعدده مختلفه. طب هم مقسمينها 100 نوع حسب مين؟ حسب البلي. يبقى في كام نوع من البلي؟ 100. كلام جميل. البلي ده المفروض ان هو بيخليها تمسك. وظيفته ادفانس. اظن الكلام ده ما فيهوش بالنسبه لنا حاجه، في مشكله. بس رقم واحد دلوقتي ساكت مين هو؟ البلي. تعالى نكمل كده القصه بتاعتنا. في واحد تاني بيساعده. مجموعة تانية اسمها اوتر ممبرين بروتينز، ما تنسوش ان التركيب بتاع البكتيريا بكتيريا ايه؟ جرانيت الديبلوكوكاي عليها بيلي من بره، والسيل وول بتاعها لو انتم فاكرين كان بيتكون حاجة اسمها لايكو بوليسكارايد لاير، جزء من اللايكو بوليسكارايد لاير دي حتة. طبعا اللايكو بوليسكارايد لاير كان عندي طالب لايكو لاير وحاجة اسمها البيلي بلازمك سبيس. لما نيجي نقسمه اللايكو بوليسكارايد لاير في حتة فيه اسمها اوتر ممبرين بروتين، يعني ايه حته كده الكلام ملوش لازمه للكلكعه دي، ده اسمه لايف بوليسكارايد لاير. بس احنا هنا مش لايف بوليسكارايد، احنا بقول بوليسكارايد ماشي، نعرف لازمتها كمان شويه. واوتر ممبرين بروتين فوق ده في لاير كده بروتين خارجي عادي جزء من السير وول. حلو احفظ معايا كده، اوتر ممبرين بروتين وظيفته في كلمه واحده اتاتشمنت ادهيجن. ما اعرفش صراحه ليه الكتاب عندكم ذكرها لكن تفصيلها مالهاش اي لازمه. عندي حاجة اسمها أوبا بروتين، وحاجة اسمها بور بروتين، وحاجة اسمها رامب بروتين. مين دول؟ تلات أنواع بروتينات موجودين بره على السيرفس، هم أجزاء الأوتر ممبرين بروتين، اللي هو أوتر ممبرين من كام كومبوننت؟ من تلاتة، واحد اسمه أوبا، والتاني اسمه رامب، والتالت اسمه بور. خلي بالك أوبا ده اللي بيعمل أدهيجن، والاثنين دول بيخترقوا بعد الأدهيجن الخلية بتاعت الميكوزا، فدول وظيفتهم إن هم بيعملوا إنفيجن. ازاي؟ بيعملوا فتحات، بيعملوا بورز. طيب مشكور. لو نسيت يا دكتور الحاجات ديت فيها مشكله؟ لا مفيش اي مشكله خالص، هو جاست ادهيجن. اتفقنا؟ يبقى احنا قصتنا عباره عن ايه؟ ادهيجن. طيب يبقى رقم واحد بيري، اثنين اوتر من برين بروتين. دكاتره هي هتلاقي هنا على الميكوزا هتلاقي في حاجه اسمها انتي بودي كده بيحميها، حد يفكرني اسمه ايه؟ اي جي اي. يا ريس لازم اضرب اربع مرات عشان تيجي. الحمد لله على السلامة. لان انت جايبها لي ديت ما بتكتبش حلو. عايزها جديده. مقفوله. عندها اي جي اي؟ اي جي اي؟ الاي جي ده احنا عارفينه بيحمي اي سيرفس ميكوزا. البكتيريا نزلت ما شاء الله عندها البيلي زي الفل اللي هو مقسمها 100 نوع، واصلا البيلي كمان بتغير في شكل كمان. هي ده احنا هو 100 نوع بيتغير في شكل، واضح ان احنا المناعه مش هتعرف تشتغل بالضبط. ماشي ركز كمل. افضل من البريم بروتين بيعمل اديجن زي الفل، لزقت خلاص بعد ما تلزق وتنزل جوه روح الاي جي شايلها. لا خلي بالك قاعده عامه في كل المنهج بتاع الترم التالي، اي بكتيريا تلاقي بتهاجم سوبرفيشال ميكوزا عندها اي جي اي بروتين. يعني نيمكوكاي، نيمكوكاي بتاع درس المره اللي فاتت ما كانش كاتب في الكتاب اي جي اي بروتين وانا التزمت بيها، لكن صح ان هي فيها اي جي اي بروتين.
اي بكتيريا بتهاجم سوبرفيشال ميكوزا فيها كومبوننت اسمه اي جي اي بروتيز. اشمعنى؟ لان اي سوبرفيشال ميكوزا محميه بحاجه اسمها الاي جي اي، فلازم يكون في انزيم يكسر الغفير بتاعنا ده اسمه الاي جي اي بروتيز. حلو قوي، يبقى ايه عندها اي جي اي بروتيز كده؟ الفيرولنس فاكتور بتوعنا الاربعه خلصوا. واحد بيلي، اثنين اوتر ممبرين بروتين، ثلاثه لايبو اوليجوساكرايد. حد يعرف ايه اللايبو ساكرايد؟ تشتغل ايه؟ لما البكتيريا تموت اندوتوكسين. اربعه بتكسر اي جي اي عن طريق حاجه اسمها الاي جي اي بروتيز. تاني انتوا بقولوا معايا كده ايه هم الفيرولنس فاكتورز؟ رقم واحد بيلي، حلو قوي. اثنين قول بقى زي ما انت عايز، اوتر من جرين بروتين بيساعد البيري في بيعمل ادهيجن. ثلاثه عندها لايف بروكس. ما تنساش ان اي جرام نيجاتيف من دلوقتي دايما كده قاعده عامه في اي فيرولنس فاكتور، يوم ما تلاقي جرام نيجاتيف بكتيريا كوكاي كده او باسيلاي ارمي كلمه لايف بروكس كرايت، ارمي كلمه اندوتوكس. صح، هو احيانا هيبقى سيجنفكت قوي زي النهارده، واحيانا مش هيبقى سيجنفكت قوي، بس تقولها تطلع صح. كويس، لايف بروكس. واخيرا عندنا الاي جي اي بروتين، اللي يحب يروح للجيم كوكاي ويزود عندنا اي جي اي بروتيز طبعا تبقى صحيحه. طيب يا دكتور عايزين نشوف بقى هي على مستوى السل بتخش ازاي؟ قصتها ايه؟ دي واحده من خلايا الميكوزا بتاعت الجينيتال تراكت، خصوصا لو كنا في الفيميل. خلايا الميكوزا بتاعت التراك سيليتد، عليها سيليا، وفيها خلايا تانية مش عليها سيليا لكن عليها حاجه اسمها مايكروفيلاي. هو في فرق بين الاثنين طبعا، ده كلام استولش. الخلايا اللي هتبدا فيها تفتكروا اللي عليها سيليا، السيليا دي حاجات طويله جدا متحركه بسرعه جدا 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 جدا، ما تسمحش حتى بالبيلي و الى اخره ان حد يلزق فيها. هي دايما تلزق على النص اللي بتبتدي، مش مهم الكلام ده. هتلزق على خليه عليها حاجه اسمها مايكروفيلاي. طيب اهو مايكروفيلاي اكس دي بكتيريا اللي بالاحمر لزقت بالبيري بالاوتر ممبرين بروتين، كان في هنا اي جي اي بروتيز، اي جي اي احنا مطلع له اي جي اي بروتيز كاسترته، داخله كامله انتوكسن لسه ما اشتغلش، دي داخله حي. طلع ان مش هي اللي بتخش، الخليه بتاعتنا بتفكر تقول ايه؟ مش انت واقفه بره عامله اريتيشن كده؟ قاعده بره ليه انت؟ تعالي جوه. فتبقى انترنالايزد. اه كده انضحك عليها. عارف انت قاعد عمال يخبط على باب البيت وعمال يعمل دوشه بره وعمال هو عايز يضرك وعمال يعمل هيصه. فانت بس فتحت الباب وراح عامل ايه؟ ده انت عايز تجيبه جوه عشان تشتمه وتهزقه؟ هو كان عايز كده. هي راحت مدخلاها جوه. ببروسيس تشبه الفاجوسيتوز، لكن دي مش فاجوسيتوز لان دي مش فاجوسايت. هيسموها عشان كده اندوسيتوز. بما انها خليه عاديه غير مناعيه فيسموها اندوسيتوز. ايه اللي هيحصل؟ تخش جوه. تخش الواحده منهم جوه الاكيوت، طبعا هي مش واحده بس، هي واحده واثنين وثلاثه واربعه كلهم واقفين بره. فتخش جوه اهي. وتخش الثانيه اهي. فتكون باكيوز صغيره تتحد مع بعض. لارجر باكيوز. خليها فاكره نفسها كسبانه، هي كده خسرت خلاص. تروح البكتيريا مفرقعه الباكيولز في الاخر وتروح رايحه على البيز كده تنتشر للدم، هو بعد كده في دم، في طبعا صاب ميكوزا ودم. او تنتشر للاذر ادجيسنت سيلز. تمشي كده او تمشي كده. طلع ان واحد بعض الكتب بتحط البكتيريا انسيتوزس كواحد من ضمن فيرولنس فاكتور. انت حط رقم خمسه. هو مش فيرولنس فاكتور، هو بيشرح هي ازاي بتستغل دول. بيشرح هي ازاي بتستغل دول. لان احنا كده هي قاعده بره على السيرفس والمايكروفيلا هتشيلها. لا طلع ان احنا بنضحك على الخليه بتاعتنا وبتدخلها عن طريق بروسيس احنا فاكرينها سليمه ومظبوطه طلعت في الاخر ضرر بالنسبه لنا اسمها ايه دكاتره؟ ابيثيليال اندوسيتوز. دي ما اقولهاش الا بعد ما اشرح الفيرولنس فاكتور. ولو جالنا فيرولنس فاكتورز قولها في الاخر كده ان بي باي ابيثيليال اندوسيتوز، ما تشرحهاش. هي كلمه غلط، عايز اسالك عليها اسالك عليها هي لوحدها. طب دخلت الحمد لله جوه عن ميكوزا، الكلام ده بيحصل على مستوى الجنتال تراكت.
قول لي بقى النتائج بتاعت الكلام ده. دكاتره النتائج بتاعتنا ان هنا طبعا الخليه ظهرت جوه، خليه بكتيريه ظهرت جوه، بكتيريا رزله وسخيفه، تيجي خلايا الفاجوسايت تيجي عايزه تبلعها. للاسف هي تعرف تعيش جوه الفاجوسايت، ولما تفرقع تفرقعها، ما هي عندها انتوكسين. كلام جميل. اشتغل لوكال او تنتشر على مستوى الجلد، اشتغل لوكال على مستوى الجينيتاليا او تنتشر على مستوى الدم. قول. هو طبعا الكلام ده مفروض ان احنا نقول لك سيريد ونون انسيليتد. طب يقول لك نون انسيليتد عليها حاجه زي سيريا كده اسمها مايكروفيلاي، حاجه صغيره خالص. وانت عارف، انت عارف طبعا انا موجود في الانتستين اكتر. بس احنا هنمشي ورا الكلام في كل حته. قول. رقم 5 نكتبها ايه؟ نعم اندوسيتوز. بس السطر بتاع كلمه بنزيليا انتوا خلوها رقم 5. قول لي بقى المرض بسرعه كده، المرض ده كده بيتنقل ازاي؟ سيكشوال افكت. مين؟ ميل وفي ميل، صح كده؟ وللمفاجاه البيبي كمان. طبعا البيبي منطقي، ازاي؟ هتقفل ازاي؟ وهو معدن. بتعمل ثلاث مجموعات من الامراض مكتوبه عندنا في صفحتين. اول مجموعه يسموها فينيريال. كلمه فينيريال بالعربي معناها جنسي، هي الكلمه المرادفه لكلمه سيكشوال. تاني مجموعه نون فينيريال، يعني لم تنتقل عن طريق لقاء جنسي، مش بسيكشوال انتركورس. هنشوف ازاي. خلي بالك ان كده كده امراضها كلها هتبقى ريبيتد، وده لوحده سؤال. جيف ريزون، هي ده ريبيتد؟ جيف ريزون ليه ملهاش اكسيد؟ جيف ريزون ليه المناعه بتاعتها مش لايف لونج؟ لما نوصل لها هعمل لكم الاسئله دي. فينيريال، لا 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 لا، ثانيه واحده. تختلف اذا كنا في الميل عن لو كنا في الفيميل، فور شور طبعا. سيكشوال او سيكشوال الجينيتاليا في الميل مختلفه عن الفيميل، سيكشوال اورجنز مختلفين عن بعض. طب كل واحد تعمل حاجه. في الميل لو جت اكيوت لانها اول مره تجيله، غير لو هو متعود انها تجيله كرونيك. زي الفيميل لو جت اكيوت، غير لو هي متعوده وعندها. دي اكتر حاله فارقه عنهم كلهم. الاعراض في الاثنين قلتها في الاول، هي ايه الاعراض؟ العيان يعرف ازاي عنده غنوريه؟ سواء دي او دي او دي، هو عنده كلمتين ديستشارج، عشان كده سموها غنوريه. سيلان، ريه معناها سائل، افراز، اسمها السيلان. طب وايه كمان؟ انتوا قلتوها صح؟ ديستيوريا اللي هي معناها تلتم ديستيوريشن، الم اثناء الديستيوريشن. طبعا معامله تلاميش. طيب سيبوا بقى الورق خالص، نحكي قصتها كده، بعدين نرجع لها تاني. راجل او ست، خلينا في الرجاله. راجل حصل لقاء جنسي مع فيميل انفكتد، هو اول مره يجيله، اول مره يجيله كان زي الفل. البكتيريا لما تخش تعمل بطرج اللي احنا اتفقنا عليه والاندوسيتوز والقصه اللي احنا حكيناها، ايه النتيجه الكلينيكال بيكتشر؟ بص عنيف وانفلميشن عنيف، تشتكي من ديسيوريا عنيفه. ولان احنا عارفين طبعا ان الجينيتال تراكت في الميل كومن مع اليوريثرا تراكت، صح؟ اليوريثرا منطقه واحده، ده بتخدم ده في الاخر، بيصبوا في اليوريثرا البيناي اليوريثرا تحديدا. فالعيال هيشتكي من بين، البين يجي يبدا فين؟ يبدا في اول البيناي اليوريثرا، يعني يبدا انتيريور اليوريثرا. اشمعنى؟ اصغر حته في اليوريثرا هي اللي عند التيبو كلابينس.
حته بقى كانت تبقى اوسط، عشان كده الانفلاميشن يعبر عن نفسه قوي فدي حته. العين ده يشتكي من ايه؟ عندي حرقان فظيع مع كل تبول. ولاحظت ان الملابس الداخليه او البول ما عادش لونه اصفر، بقى لونه ها بقى لونه ايه؟ اخضر. بص لونه اخضر ده مزرع كده، بص لونه ايه؟ كريم وايت. يقول لك انا عندي افرازات خارجه، البول بقى لونه ابيض قايح او صليبي، يبقى الشاشة بتاع العين هيكون لونه بيريود. الكتابة بتاعته ان هو يكون بيريود. حلو قوي. الاكيوت ميل جونوريا هما كلمتين في الكيسة. ميل سيكشوال انتركورس ديسشارج ديسيوريا، خلصت. طب ميل ديسشارج ديسيوريا وما جابش سيكشوال انتركورس، هي برضه. ما دام جايب له اكيوت. طيب كويس. على فكرة معلومة قبل ما نبدأ، الميل ما عندوش اي نورمال فلورا من النيسيريا. اهلا وسهلا. يعني يوم ما الاقي عند الميل جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي باثوجينيك ولا فلورا؟ باثوجينيك 100%. ما عندوش ولا واحده غير الفيميل عندها. يبقى لما كنا بنتكلم على الفلورا كنا بنتكلم على الفلورا فين؟ في الفيميل. لو على مستوى الجينيتاليا في الفيميل، هي يعني موجوده في الميل والفيميل في الثروت مثلا، لكن في الجينيتاليا لا، موجوده في الفيميل بس. ركز بقى، انا عايز من دلوقتي تعالوا نشخص محط مكتوبه اكيوت ميل جونوريا. ها زي ما احنا متعودين السبيسيمن واحد يقول لي يورين تبقى احمر كبير. ايوه الديس تشارج ليه يا دكتور؟ هو يفرق في ايه؟ بص يا دكاتره، الفلو بتاع اليورين فاهمها لك، الفلو بتاع اليورين في وسطيه في تشارج. فانا لو خدت البول هيطلع الشارج متخفف ولا مركز؟ متخفف. انا عندي البول كده كميه فلويد في حتت بيضة منه، اجي لما افحص ايه منه؟ الحتت البيضة. يعني هاخد عينتي منين تحديدا؟ هو انا هقول له ايه العيان؟ هقول له بص لو تقدر لو سمحت هات لي الافراز اللي هيخرج منك. ده ازاي يا دكتور يعني؟ هقول له ده بيخرج في الغالب في اخر الميكتيوريشن. فلو سمحت انا عايز اخر الميكتيوريشن منك اللي فات الشارج. طيب كويس خالص. طب مش تعرف؟ ايوه اوكي انا هاخد منك عينه البول بس ما تنزليش في حاجه. انا هعمل ايه بقى؟ هفصل منها ايه؟ اليوريثرا ديسشارج. هو على فكره احنا نعرف نعمل الكلام ده، يعني الكلام ده بالنسبه لكم خيال. لا 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 نعرف نعمل الكلام ده، انا باخد عينه البول منه وافصل منها في الشارج. يبقى العينه في كلمه واحده، معلش قول لي بقى يورين وافصل منها. لا لا كلمه واحده، انت عايز ايه يا مصطفى في المعمل؟ كلمه واحده، ايه هي؟ يوريثرا ديسشارج. عشان كده انا ممكن اقول لك ان انا اخد اليورين في العيان ده ويطلع استيرايل، صح ولا غلط؟ ايوه صح. ما انا لو خدت من الجزء الاصفر بتاع البول العادي استيرايل ما فيهوش بكتيريا، لكن هو البكتيريا موجوده فين؟ في الديسشارج، في الاجزاء اللي فيها صديد. حلو قوي. يوريثرا ديسشارج دكاتره تعالوا نكمل دايجنوز. هو تاني خطوه في الدايجنوز ايه هي؟ خلاص بقى ما احنا عارفين خدنا سبيسمن ايه؟ تاني خطوه على طول بعمل ايه؟ افرد على شريحه هنلاقي ايه الريزلت بتاعتنا؟ تعالوا نراجع. ها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي انترا واكسترا سيلير وذين ذا باستل. شكرا ما تكملش. تشخيص سهل كده؟ اه ورخيص كده؟ جدا. وقول العيان انت عندك سيلين جالك مرض جنسي. بكلمتين؟ بكلمتين. تشخيصك بنسبه قد ايه اكيوت؟ 100%. ليه يا دكتور؟ انت ما عندكش اي فلورا جرام نيجاتيف كوكاي. فيوم ما الاقي عندك دي باثوجينك. جات لك منين؟ ما فيهاش كلام تاني. عشان كده يا دكاتره هنا ادي اول مره مش اخر مره ناخد ان الدايركت سمير دايجنوستيك. واحمر لو كملت. احمر كبير. عارف يعني ايه لو كملت؟ يعني احنا فاكرين لما كنا بنتكلم على البوست ستريت مثلا روماتيك فيفر؟ قلنا انها تشخيصها كله سيرولوجيكال، ما تبداش بسبيسمن خالص تقول لي مش عارف ايه والكلام اللي بتاعتنا، لا 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 تعالى نفهم بقى. هنا لو جه عندك اكيوت ميل جونوريا فانت قلت له انا عايز يا دكتور اضيف له بقى معلومات اعرفه ان انا عندي حاجه اسمها المزرعه وفاستيديوس و37 وايروبيك وشكرة اجار ومتدلعه واحكي. الصفر المتين نزل لك. ان انت مش فاهم حاجه.
ليه صفر؟ ما دي 2 من 10، ايه المشكله؟ انت موافق على الاسبوع وكما يا ابني بتفاصل في الحياه، ايه الحلاوه دي؟ ايه العقد اللي انت بتقولها دي صحيح؟ اقول لك ليه؟ لان الحاجات الثانيه الفحوصات الثانيه في واقع الحياه العيان دوت مش جاي لك عيان سهل، هو عارف هو عمل ايه؟ عارف حصل له ايه وشاكك في نفسه. العلاج بتاعها كل ما يكون ايرلي النتائج افضل. طب احنا عشان نعمل مزرعه وكيميكال رياكشن ومش عارف شو اصلا هنشوفها دلوقتي كمان شويه كده، دي بتاخد يومين ثلاثه، فانا هتاخر عليه في علاج يومين ثلاثه، في حين انا كان ممكن ابدا من بدري فالنتائج هتبقى افضل. وخلي بالك ان هو عمال يتعب، تعبان ثلاث ايام بسبب جهلك مش انت يعني، بسبب الدكتور اللي عمال يقول له ايه تعالى كمل. يعرف لو احنا في السعوديه يدفعك تامينه ويدفعك غرامه توصل 100,000 ريال 200,000 ريال زي ما هو يحط. ليه؟ لان انت دفعته فلوس ما كانش المفروض يدفعها. اه بالظبط، يلا تاخد فلوس كمان تسلم وحر. فالمفروض انا اعمل الصح، فدي فيها مسؤوليه جنائيه عليا. انت طولت، وانا في دكتور زميلك بيقول ان هو الفحص كان فحصين بس، ياخد مني عينه ويفحص بالشريحه، وانت جاي تقول له عايز 1000 ريال منك عشان عملت كالشر وعملت 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 دكتور تحاليل وسويت كل ده، مش لازمه، مع السلامه، انت مش عارف حاجه. نعم؟ هياخد الفلوس اللي هيدفعها. الثاني هيقول له انت عايز 100 ريال بس، لكن ده تقول 1000 ريال. دكاتره يبقى الاكيوت تشخيصها في كلمه واحده، ايه هي؟ كلمه واحده ايه هي؟ كلمه نص. حلو خالص. طب نخش على الكرونيك ميل جونوريا. على فكره هي بتبقى موجوده في الانتيريور ريثرا، توصل البوستيريور ريثرا، بعدين تروح البروستات، بديدمس، خلاص بقى تكمل السكه بتاعتك. طب الكرونيك، كرونيك الميل حصل فيه كرونيك انفلاميشن، دكاتره هو الهيلينج اوف اني كرونيك انفلاميشن، بيحصل هيلينج فيه صح؟ بايه؟ يعني فيبروزس شديد ولا بسيط؟ شديد جدا. فيبروزس هو مين هيقل ومين هيدنه موجود؟ بس الشارج هيقل ولا يزيد؟ هيقل طبعا. ومين هيدنه مستمره؟ ستيوري بسبب الضيق اللي حصل في الفيبروزس. كلام جميل. احيانا بتعمل ستريت في بعض الميلز، احيانا طبعا لو وصلت للستمنال فاسك ابيدمس، لو وصلت هي صعبه انها توصل لكن لو وصلت. طب ركز معايا، فالافرازات تقل ولا تزيد في حاله الكرونيك؟ تقل جدا، لدرجه ان هو ما عادش ياخد باله منها. هو جاي بيفحص نفسه عشان السيوريا دي، فاكر عنده التهاب في المجال البوليه بس. اه بالظبط كده، عدى مرحله الاكيوت سواء خد علاج غير كامل او صبر على نفسه ما خدش علاج. طيب مرحله الكرونيك اللي كانت الافرازات هتقل، اخد عينتي ايه؟ مش هعرف اخد من غير الدستشارج، مش هلاقي. قالوا يبقى احنا عايزين نجمع الدستشارج بتاع اليوم، اكتر كميه دستشارج. هنعملها ازاي دي؟ فقلت له لو سمحت روح نام في البيت. والصبح نام لك 8 ساعات. والصبح تعالي لي، ما تخشش الحمام اول ما تصحى. عشان ايه يا دكتور؟ عشان انا هلاقي عندك دستشارج متكون عمال يتجمع طول الليل، بيخرج بس مع اول فلو من اليورين. ما يتجمع طول الليل. حلو. طيب دكتور ما اجيلك في اي وقت من النهار؟ لا. لو جيت لي في اي وقت من النهار انت عمال تعمل ميكتيوريشن، عمال تخرج ستشارج بكميات بسيطه، فانا مش هعرف اصطاده، مش هعرف اجيب الستشارج ده. اسمه ايه الستشارج بتاع الصبح ده؟ اسمه مورنينج دروب. اسمه ايه تاني؟ مورنينج دروب. يبقى خدت بالكم يا عيال، تفرق معايا لو كنت بحط الاكيوت مش يورين، امال ايه؟ يوريثرال ستشارج. عملت يورين استرايل ولا مش استرايل؟ لربما اليورين الاقيه ما فيهوش بكتيريا خالص، لكن هيشخص لي وليت الشارج ده. انا كنت اكيوت كلمه ونص في الدايجنوز. كرونيك لا، كرونيك البكتيريا قلت، فايبروزس حصل، الشارج قل جدا جدا جدا، ديسيوريا كعرض قلت جدا بس لسه مستمره وان كانت بسيطه. جاي يفحص نفسه، هقول لو سمحت جمع لي الشارج. اعمل لك ازاي ده؟ اقول لو سمحت هات لي اول فلو عندك، اسمها بالنسبه لنا مورنينج دروب، عند الصبح. طيب كلام جميل. يعني لا ازاي يعني؟ هو في وقت صح؟ سؤال كويس. بينزل احيانا لوحده بس هينزل فين؟ في الاندر وير. لو هو خد باله الاندر وير متغير، اه
خلي بالك ده تشارج قليل مش هياخد باله. طيب ده لو كنا ميل وكرونيك. احكي لي بقى قصه الفيميل. الفيميل عجيبه. تتوقعوا ايه الاورجان اللي المفروض يحصل فيه المرض؟ فاجينا صح؟ صح كده؟ طيب الفيميل جينيتال تراكت اسيدك من تحت، هنا البي اتش بتاعنا اسيدك، الفاجينا مليانه فلورا، والإبيثيليوم ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم. نوع من الإبيثيليوم هو مش حلو بس هنا حلو، عامل زي القشره بس ناشف وعنيف وقوي بيحمي الفيميل. ما ينفعش يكون كلمنا، كلمنا ده هش ديفلوبد اكتر بس هش. فانا ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم كلام جميل. البكتيريا تخش اكس، هي البكتيريا داخله عن طريق سيكشوال انتركورس، نار بي اتش اسيدك، لا وفي فلورا قاعده، دي راحه فين؟ احنا فلورا، فلورا ايه؟ فلورا بقى عاديه، سواء اخواتها من سيريال فلورا او حد تاني. طيب والابيثيليوم عايز تخترقه؟ الاستريتفايز كروموس ابيثيليوم ما بيعرفش يعمل حركه الابيثيليوم اندوسيتوز لان هو مش عليه مايكرو فيلاي. فهي مش تعرف تخترقه. ده كان بيضحك علينا ولا ايه بيضحك علينا؟ احنا كنا بناخدها تضحك علينا. طيب كويس، لكن مش هي داخله نفسها. طيب هتقعد تمشي تمشي تمشي. تمشي تمشي بس السيرفكس الحمد لله الكلاين بي اتش والكلاين فيه قليله الحمد لله، وبدا يكون كلها من الابيثيليوم فتخش تقعد فيه. عشان كده هي اكشوال فاجينايتس ولا سيرفاسايتس؟ سيرفاسايتس. حلو قوي. الفاجينا سبيرد في الادلت فيميل، الفاجينا نوت افكتد في الادلت فيميل، وممكن تعمل افكشن اليوريثرا. ازاي بقى؟ اليوريثرا ازاي؟ ما هو اصل الشارج هيتكون فهينزل فهيلوث منطقه البرينيوم، فالبكتيريا ممكن تروح اليوريثرا، واليوريثرا دكتور من الفلو بتاع اليورين اسيدك. ايوه هو اسيدك بس مش نفس الاسيدي. ثانيا هناك في كلام ضربتين. التفاصيل دي مالهاش لازمه. العجيب بالنسبه لنا ايه هو؟ ان مين مش افكتد؟ هو ده اللي مهم، ان الفاجينا ما كان سيكشوال انتركورس مش افكتد. امال ايه اللي افكتد؟ يوريثرا و سيرفكس. ده في الاكيوت فيميل جونوريا. طب ايه اعراض البنت ديت؟ هيجي لها ايه؟ البنت دي هيجي لها نفس الكلمتين بس تشارج وديسيوريا. تشارج وديسيوريا. الانفرادات عند البنت شيء عادي ممكن ما تاخدش بالها منه، عندها فرط قبل الدوره وحاجه اسمها ميت سايكل بليدنج، وعند الدوره وبعد الدوره وفي الحمل وبعد الحمل، فهي متعوده اي فيميل عادي ان يكون فيه تشارج بس بكلر معين. في بعض الفيميل ما يعرفوش يميزوا الكلر اللي هو القايح ده، هي مش عارفه غلبانه، بنت فلاحه غلبانه مش عارفه. طيب كلام جميل. والديسيوريا عادية مش بعنف الميل، حد يعرف يقول لي مش بعنف الميل؟ اليوريثرا مختلفة في الميل عن الفيميل، ضيقة جدا في مين؟ في الميل، لكنها أوسع في الفيميل، فعشان كده في ديسيوريا لكن أقل في العنف. طيب ده له سيجنفكانس معين يا طارق، إيه هو؟ عينتك هنا إيه يا طارق؟ في الأكيوت، آخد عينتي إيه؟ تتشارج يورين لأ، تتشارج حلو أوي. اخد ديسشارج كلام جميل حلو جدا. طيب اعمل دايركت سمير هلاقي جرام نيجاتيف دبلوكوكاي، صح كده؟ ما احنا متعودين بقى خلاص قفل على شريحه واصبغ الاقي جرام نيجاتيف دبلوكوكاي. هل يا ترى وجود جرام نيجاتيف دبلوكوكاي في الفيميل شيء طبيعي ولا مش طبيعي؟ هي اصلا عندها فلورا جرام نيجاتيف دبلوكوكاي، اذا مش شرط انها تكون نايسيريا باثولوجي، ممكن تكون حاجه ثانيه، ممكن تكون هي. افرق ازاي؟ كمل الدايجنوز، يبقى كمان شويه في الدايجنوز ده هنكمل. طب الكرونيك، لا الكرونيك البكتيريا ما شاء الله ما رحمتش البنت ديت، راحت منتشره للفالوبيان تيوبس وعملت مرض اسمه انفلاميشن اوف ذا فالوبيان تيوبس. حد يعرفه اسمه ايه؟ اسمه سالبنجايتس. قد يؤدي بسبب الفيبروز والانفلاميشن الى ستيريلتي، قفلنا الفالوبيان تيوب بس دي مش تحمل. طبعا مع الكرونيستي سيرج هيقل وديسيوري هتقل زي ما احنا متعودين. هنا ما ينفعش اقدر صراحه تدي مورنينج دروب لانس تشارج، هي ما شاء الله عندها الدنيا كافيتي واسعه، خلي بالك بقت فين؟ لانس تشارج صعب قوي ان انا اخد لانس تشارج، هو انا اخد تشارج
بس هيبقى صعب، اصعب جدا. طيب ده دكاتره فينيريال. فينيريال سريعا هي كانت عباره عن اكيوت ميل جونوريا، وعندي كرونيك ميل جونوريا. اكيوت بتيجي انتيريور ريثرا ثم بوستيريور ريثرا، تتميز بوجود ستشارج عنيف مع ديسيوريا عنيفه، تشخيصها كلمتين بس، ضيف سمير بعد السبيسمن وانتهت، لان مفيش نورمال فلورا جرام نيجاتيف كوكاي موجوده في الميل. طيب الكرونيك، الكرونيك هيقل ستشارج جدا، ديسيوريا هتقل جدا جدا جدا، هيجي يفحص نفسه، هدور على ستشارج، افضل مجموعه ستشارج هجمعه الصبح حاجه اسمها مورنينج دروب. الفيميل اللي عندي منها اكيد وعندي كرونيك نفس الكلام بالظبط، لكن العجب هي مش افكتنج مين وافكتنج مين. ها ها يلا بسرعه، مش افكتنج ليه؟ ثلاث اسباب. مين هم الثلاث اسباب؟ يلا، واحد اسيدك بي اتش، اثنين فيها فلورا، ثلاثه نوع الابيثيليوم ستريتفايلس كومس ابيثيليوم. طيب كويس، الكلام ده في مين؟ في الادلت فيميل، البنات الكبار. كويس خالص، اكيوت نفس الكلام ستشارج وسيوريا، كرونيك نفس الكلام ستشارج وسيوريا بس بصوره اقل ومعاها افكشن في ليفنتيو في جايد يكون في ستريت، وحاجه اسمها بيلفيك انفلاماتوري ديزيز معناها تعب في منطقه الحوض. طبعا الحوض يبقى عندها تعب. طب مين دول؟ ستي حملت ما جابهاش بس دي حملت البيبي وهو نازل بينزل براسه احتك بالسيرفكس فياخد البكتيريا على عينين فيجي له حاجه اسمها اوفثالميا، يعني انفلاميشن اوف ذا اي. نيو ناتورم، كلمه نيو ناتورم يعني حديث الولاده، اللي هي مرحله حديث الولاده اللي هي اول 28 يوم من قبل من الولاده بعد الولاده. ايه المود ترانسميشن؟ محمد بس صح؟ ايه المود ترانسميشن؟ جدع الغلطه المشهوره السخيفه ده الدكتور راح مراجع كده الظهر ورا وهو بيصحح في الامتحانات في الكنترول متخلف عقليا وروح موصل لجنبيه عندك طالب متخلف جاي لك ورقه كاتب لي ان نيت عامل سيكشوال انتركورس مع امه ينفع الكلام ده؟ هو مش هو بيتريق فاكر ان انت فاهم. انت طبعا عارف ان الجولات تنتقل ازاي؟ سيكشوال في غلطه كتبتها ما انا مش فاهم قوي يعني. لا يفهم بقى سيكشوال ازاي يعني؟ يتنقل البيبي ده عن طريق الباسج في البيرث كانال، باسج في الانفكتد بيرث كانال اللي هو الكونتاكت يعني. فهنقول افضل انها ترانسميتد باي باسج ان الانفكتد بيرث كانال زي مين خدناها قبل كده؟ برضه جت برضه ستريت ادراكشن كانت بتعمل ايه؟ نفس الكلام. يبقى اي مرض نيونيتال جبن الام للبيبي حاجه من اثنين، يتنقل عن طريق بلاسنتا يتنقل عن طريق الولاده. طيب الكلام ده مين؟ حلو. انا احيانا بحس ان انتوا اذكياء جدا جدا، فالدفعات اللي قبليه كنت بقول نفس الكلام، اجي في الامتحانات اجيب لهم مود اوف ترانسميشن يقول لي سيكشوال. بابا يعني مش عارف اعمل ايه يا اخي، شغل دماغ سنه حتى لو مش مذاكر. نعم كبوه، هي دي بقت كبوه. طيب رقم اثنين في الامراض، خلي بالك ان هي ممكن تنتشر في الدم ما تقفش، تعمل انتشار اسمه ستيميليتد، ما تقفش هتروح فين؟ تروح الهارت بقى، تروح اي سكه. لا ده هي بتحب تروح حته زياده، بتروح للجوينتس والتندونز والستاينوفيال فلويد، تحب قوي قوي الجوينت. ليه مش عليكم؟ وتعمل حاجه اسمها تينو يعني تندون، ساينوفايتس يعني انفلاميشن اوف ذا ساينوفيال فلويد مع التندون. طبعا نون فينيريوم، نون فينيريوم. طب هي ازاي راحت للجوينت؟ سيكشوال يعني؟ لا ده كومبليكيشن، ده يبقى ديستيميشن في الدم راحت منه. طب كويس، يبقى تعمل تيروزاينوفات او تعمل ديستيميت انفكشن، مش سبيسيفيكيشن، استقرت في البلاد من البلاد على الجوينت، والكلام اللي بيقوله مش صحيح، هي حاجه مش عليكم اسمها رياكتيف ارتايتس، مش مهم الكلام ده. او تمشي بالسيركيشن تعمل حاجه اسمها بكتيريميا في الدم. بس ثانية واحدة، عيناتي هنا ايه؟ عيناتي هنا ايه؟ ثانية واحدة، العين تبقى ايه؟ طيب كلام جميل. طب ولو كنا في الجوينت ساينوفيا فلويد اسحب بسرنجة، اخش بسرنجة اسحب. طيب ولو كنا في الدم بكتيريميا برضه اعملها ايه اوتوماتيك؟ بلاد كالشيوم خلصان. حلو كلام جميل. طب هي البكتيريا دي ليه ريبيتد؟ معلش انا نسيت واحده،
في حته مهمه عشان ما نسالش. البنت الصغيره يجي لها في الفاجينا ليه يا دكتور؟ عشان هي كلما بتبتدي من استفاز كومس عشان البي اتش مش اسيدك وعشان الفاتوره مش كتيره. قال له الثلاث حاجات اللي يخلوها ممنوعه من الفاجينا في الادر فيميل مش موجودين في البنت الصغيره. قالت لي البنت الصغيره ازاي يعني؟ مش سيكشوال طبعا. السيكشوال مش اكتف، بنت عندها 5 سنين، السيكشوال مش اكتف. امال جت لها ازاي؟ جت لها ان هي دخلت الحمام قعدت، ربنا يعافيك يعني معلش اقول الفاظ كده شويه قليله، قعدت على القعده بتاعت الحمام. قعدت عليها وكان في بنت قبلها كبيره، طبعا الكلام ده في الحمامات العامه. النصيحه دي بقى جايه ليكم. جايه لينا، مش لينا احنا الولاد. جايه للبنات للستات. اللي هيبقوا امهات. لما ان شاء الله نتجوز ونكبر، بنات ما يخشوا الحمام لوحدهم في الاماكن العامه. لازم اخش انضف الحمام قبلها. على الاقل بمنديل. وافضل طبعا بوايبس على شويه سبرتو. على الاقل ليه؟ لو دخلت قبلها بنت كبيره ادلت فيميل عندها جونوريه خرج منها مع الاكتيفيشن شويه ديستشارج، الديستشارج ده نشف مش متشاف. فالبكتيريا موجوده في القعده. البنت هتقعد على القعده. صغيره بنت صغيره. خدت مين معاها بالكونتاكت بقى المره دي؟ مش بالسكشوال انتركورس، بالكونتاكت. خدت مين؟ خدت ده. فتعمل في البنت فالفو فاجينايتس. دي بتيجي من الحمامات العامه. يا دكتور مش ممكن برضه لو بنت اه نفس الكلام طبعا يتنسى فيها، بس ليس كومن ان هي عندها هيجين. بنت صغيره تخش بتنظف قبلها بتنظف بعدها ولا اي حاجه خالص. انما الكبيره عارفه. طيب يبقى ولا العجب بتعمل في الفيميل اتنقل ازاي؟ عن طريق الانفكتد تويلت سيتس او عن طريق استخدمت مناديل او فوط بتاعت بنت كان عندها تشارج ده وهي استخدمتها للاسف. ودي اهو كلام للامهات بتوع المستقبل ان شاء الله، بناتنا باذن الله نعلمهم لما يخشوا او مش عيب ان انا اخش معاها الحمام انضف لها الحمام قبلها، خصوصا لما اكون في اماكن عامه مهما كانت موجوده. طب هي ليه ريبيتد؟ ليه ريبيتد؟ هي ريبيتد لان هي اصلا كم نوع يا دكاتره؟ هي كم نوع؟ لا بصوا هي كتير ومتغيره وسطحية ومدمرة. كتير متغيرة سطحية ومدمرة؟ يعني ايه كتير؟ هي أكتر من 100 نوع. فالبنت بيجي لها انفكشن مسيرة جنونية تايب 1 تاني مرة تايب 2 أهلا ده الانفكشن كل ما يحصل شوية كورس يجي لها نوع كويس. يا سيدي جالها نوع واحد، ثانية واحدة النوع ده أصلا بيغير نفسه. البيلي بتاع البكتيريا بيتغير، فالجينيك ستراكشرز بتغير نفسها، دي فيها مشكله. المناعه شافت النهارده شكل معين من البيلي. دخلت البكتيريا نفسها بس البيلي جديد، شكل جديد، هتعرفها ما تعرفهاش؟ انت مين ما عرفتيش؟ انا هي والله بس مغيره شكل البيلي. ثلاثة انا اصلا ما بخش على الدم، دكاتره والانسبكشن كله اللي احنا حكيناه، الكومن يعني، ماليش دعوه هنا في بكتيريا. الكومن. كومن هو سطحي ولا سوبرفيشال يعني؟ ولا هي انفيزف راحة على الدم؟ ده احنا في الاخر قلنا بكتيريميا، لكن هي كلها كانت حاجات سوبرفيشال. فالسوبرفيشال معناها ان انا ما عنديش المناعه القويه بتاعت الدم اللي هي الام وجي. عندي الايه؟ ثانيه واحده، عندها مين بيكسر الايه؟ عندها اي جي اي بروتيز بيكسر الايه؟ فعشان كده هي عندها اربعه فاكتورز يخلوها ريبيتد، وهم نفس الاربعه فاكتورز دول بيخلوا الفاكسين ما ينفعش. هو لما جينا حته الفاكسين هي اول اثنين اهم حاجتين. ان هي كم نوع طارق؟ مية. احمي من مين ولا من مين ولا من مين؟ معرفش. ولو حميت من المية يا سيدي للاسف هتبقى متغيره، بتغير شكلها. المية ده احفظهم؟ غيرتهم. على تجيب منين بقى؟ طيب كده الامراض بتاعتنا عرفناها قبل ما نمشي منها بسرعه نراجعها. دكاتره بتعمل 3 مجموعات من الامراض، المجموعه الاولى ردوا عليا، المجموعه الاولى تكون سيكشوال اسمها فينيري اللي هي الجنونيه الحيه، المجموعه الثانيه بتكون طب المجموعه الثالثه بتكون ريبيتد. اوكي طبعا دي عرفناها سواء كنا ميل او فيميل واكيوت وكرونيك. نعم فيديو مين هم الثلاثه؟ يلا بسرعه.
تيجي في البنت في الولد او في البنت اللي هو النيوز يعني تيجي فين؟ في العين تعمل حاجه اسمها اوفثالميزورم. حلو. تيجي فين زياده؟ في الجويس حاجه اسمها تيلوتينوفايتس او ارثرايتس. وتيجي في الفيميل البنت الصغيره بتعمل فالفوجويس. الحاجات دي كلها بتنتقل مش عن طريق جنس كونتاكت او دم. تيجي ريليت باربع اسباب اللي هي رقم واحد هيتروجينوس تايب هي اصلا انواع مختلفه. اثنين بتتغير. ثلاثه تيجي سوبرفيشال مفيش اي جي جي بيحمينا منها. اربعه الاي جي اللي بيحمينا منها هي بتاعت دمار عن طريق حاجه اسمها الاي جي اي بروتيز. فهمتي؟ الجزء ده ممتع جدا. والله الحاجات دي ممتعه. احنا خدنا النهارده اثنين هم مسج، يعني ايه هم مسج؟ حاجتين نروح بيهم طول حياتنا وعمرنا. مين؟ ما تدخلش حمامات عامه تدنك محصور. ايوه تمام. كمل. التشخيص ازاي؟ بس انت لازم التشخيص. كلمتين التشخيص ده. أول نقطة في التشخيص تقسمهم لي. الأكيوت لوحدها حالة والباقي كله حالة. الأكيوت لوحدها حالة؟ أيوه. أكيوت ميل جونوريا اتفقنا إن أنا لو خدت ديسشارج كتير فردته على شريحة طبقته بجرام ستين طلع جرام نيجاتيف دبلو كوكاي وقف 100% هي نيسيريا جونوريا. ليه يا دكتور؟ ما عنديش اي فلورا ابدا جرام نيجاتيف دبلو كوكاي في المية. فيوم ما الاقيها هي وقف واوعى تعك زياده عن كده. وعامل لك انا شراره لو زودت الكهرباء. عشان على فكره دي اول مره بس مش اخر مره، احنا عندنا كده كتير في لسه حاجات تانية تيجي. طيب كويس. يا دكتور اصل كان في الامتحان حاطط على السؤال 10 درجات فصعب عليها الكلام فكتبت له كلشر بس. الف مبروك صفر بس. طب دكتور انا كتبت كلمتين عشان كلنا بنخش امتحانات بنتهم الدكاتره ان هو بيصحح غلط. ده انا كتبت كلام لو يقراه هيتكيف. هو بيتكيف فعلا عشان كده بيجي درجه تكيفك. ما انت لازم تنقي ايه الكلام المفيد. زي ما انت عايز تاخد من الناس الحاجه المفيده في حياتك كلها ما قل ودل انت نفس الكلام. طيب الفيميل الاكيد او كرونيك والميل الكرونيك والراجل اللي عنده سينوفايتس والبنت او الولد الصغير نيونيت عنده اوفثالميزورم. عيلتنا احنا قلناها في كل واحده في مكانها صح؟ لو كنا في ميل هناخد الشارج اللي خارج. طبعا عايز ينفع يرثر تشارج ينفع سلفايكال تشارج حلو خالص. لو كنا اوفثالميزورم ياخد حاجه اسمها كونجكتور. طب هو المفيش تشارج واضح خد حاجه اسمها سواب مسحه من الكونجكتور. طب سيلوجيا في ليفل اسبيريت. طب لو بكتيريميا يبقى بلاد عشان اعمل لها على طول كلمه بين قوسين كده بلاد كاشه وانساها قبل ما انساها تحت. انا ما كتبتهاش تحت في الدياجنوز عشان خلاص قلتها فوق. طيب لان هي مش حاله كومن قوي. كمل كمل. في الاحوال اللي انا قلتها دي كلها البكتيريا عندك بتكون للاسف قليله او في فلورا بتلخبطنا صح؟ وهي قليله. اي حاله بتكون قليله؟ حد يعرف يقول لي حاله بتكون بكتيريا كرونيك مين؟ عايز بكتيريا قليل اقل من اللي احنا ممكن نشوفه محتاج اعمل لها فرشه عشان ازودها واشوف. ايوه يبقى كمل التشخيص. طب في حاله الفيميل الفيميل لا عندها البكتيريا كتير بس للاسف هي عندها نورمال فلورا كوكاي نيجاتيف. فطلع بتاع الشريحه ديت هي الفلورا ولا الباثوجينيك؟ لازم اكمل. الديسيميت معناها ان هو لما راحت الدم اصلا فيليريا. هي مكتوبه فيها ازاي؟ ان انت لما تلاقي الجون كاي في الدم جات له ازاي بقى؟ هي جات فينيا ودي كومبليكيشن ليها. دي بس الكومبليكيشن. دكتور هو في الكلينيك في الاثنين عامل كالتشر بس؟
لا هكمل طبعا، ديجنوز هنكمل، ما بعد كده شويه ايدنتيفيكيشن، ما دام عدى ايدنتيفيكيشن يبقى كملت. مش هو كده كده ما فيش فلورا في مين؟ في المي؟ لا المي ما فيش كالشر اصلا، دايركت سمير وكفايه. لا حضرتك قلت لو كرونيك نعمل كالشر عشان العدد كالشر واكمل بعد ما زودت العدد شفتها. شفتش حاجه وانا قلت على الثاير مارتن على تشوك الاجار تطلع حاجه في لون معين هتغير شكلهم هي تطلع. طب بعد ما اطلع اعمل ايدنتيفيكيشن فروم ذا كالشر. طب ما كده تشخيص كامل بقى. طيب دكاترة يبقى هزرعها، تعالى نرجع المزرعة، درجة الحرارة كام؟ 37 ها؟ يروح صحيح. 5/10 هي كام ده يا أستاذ؟ شوكولاتة، شوكولاتة أجار أو طيب مان. أنت عندك بكتيريا تلات عدول. ماشي، لازم أتعرف عليها، العدد بتاعها كتب. أعمل لها أيدنتيفيكيشن. إزاي يعني أعمل أيدنتيفيكيشن؟ زي ما إحنا عارفين ها؟ يلا. بإن أعمل جرام ستيند فيلم، يعني إيه؟ هجيب المزرعة طبق البكتيريا عليه ما شاء الله طلع كتير، اروح واخد منه عينه سامبل امسح مسحه كده واروح فاردها على شريحه. المره دي عدد البكتيريا اخباره ايه؟ زاد. الفرق بين كلمه جرام ستيند فيلم اللي بتيجي بعد المزرعه والفرق بين كلمه دايركت سمير اللي بتيجي قبل المزرعه. اللي قبل المزرعه عدد البكتيريا قليل، اللي بتيجي بعد المزرعه عدد البكتيريا زاد، فانت فرصتك انك تتعرف عليها وتشوفها افضل. لا ولسه هكمل بقى كلمه الرياكشن. اوعى هنا بقى تقعد ترص. هات ما يناسب النيسيريا جونوريا. ها مين يسيبها؟ اقول له مين فيهم؟ جلوكوز. مش هقول له بقى شكرا فرمنتيشن واحكي القصه جلوكوز ومالتوز. لا جلوكوز اسيد اونلي. اوعى تنسى انها اوكسيديز بيست بوست. جايب لك رسمه الطبق صوره الطبق عشان ما ننساش وكذلك بوست. لو حبيت تقول لي رابل تولوجن تيست انا موافق. اوعى تنسى الله يكرمك اللي جاي. رابل تيست فور دايجنوز اوف نيسيريا جونوريا. ازاي اشخص النيسيريا جونوريا؟ سريعا دكتور كاتب لي كده كلمه صغيره سيرولوجيكال تيست اوف نو فاليو. حد يعرف يقول لي السبب ليه؟ صح لان هي مالتيبل. اثنين بتيجي نفس الاسباب بتاعت ريبيتد. اثنين بتغير نفسها فانا عايز ادور على الانتجن بتاعها. احط انتي بودي رقم كام؟ واحد ولا 100؟ ما اعرفش. طب حاطط واحد ولا 100؟ ما هو بيهاجم البلي. قال لي مش بيهاجم. اصل البلي اتغير. فبقى واحد شرطه، اثنين شرطه، ثلاثه شرطه، اربعه شرطه، اهلا. واحد شرطتين، ما هو خلاص بقى بيقول نفسه الى ما نهايه، عشان كده ما ينفعش. اوف ليتل اور نو فاليو، ملوش اي كيمستولوجيكال. الرابد لو انت دي لوحدها بتيجي سؤال الرابد تيست. رابد تيست فور دايجنوزس اوف نيسيريا لوحدها سؤال، لوحدها سؤال، ولو سمحت ما تنساهاش. مين هم الرابد تيست؟ اربعه. اولا اعمل تيست اسمه الايلايزا. اثنين دور على الجين اسمه الدي ان اي جروب. ثلاثة حاجة اسمها الدفخ، صار معروف بعد كده يكتبوا النهاردة. دايركت فيدريسن انتي بودي تيست اسمه دفخ، صار اسمه دفخ، لما ليه بعد كده اسمه دفخ؟ اوكي. التيست الأخير اسمه انتي بودي بيز اجلوتينيشن تيست. هو اسمه سخيف انتي بودي تقول انتي بودي بيزد بارت اجلوتينيشن او تقول انتي بودي بيزد اجلوتينيشن او تقول انتي بودي اجلوتينيشن مقبوله. الافضل ان انا منها اقول جونوستات اللي جاب له كتاب ناقص ما اسموش جونوستات اسمه جونوستات. الفكره بتاعت ايه؟ احنا قلنا له تقنيه. اه طبعا. طيب الحمد لله كده شخصناها. بص يعني ماشي ازاي هو البكتيريا دي في البلاك بتبقى بتاعتك متاخر يعني ده هو على الانتج لما تظهر بقى لما تحصل هي ما حصلتش خلاص فدي في حاله حاله حاله. طيب ركزوا معايا الفكره. علاج ايه نمنعها ازاي؟ نمنعها ازاي؟ لك حد يعرف يقول لي نمنعها ازاي؟ انا قبل ما اقول علاج لازم اقول لك نمنعها ازاي. اصل المنع اهم من العلاج. انا مش هستنى مصيبه لما تحصل. المنع ازاي؟ لها فاكسين؟ لا ليه؟ اسباب الريبيت. طيب صح كتيره متغيره وعايز زاويه سطحيه واي جي بتيز انا موافق. طب كلام جميل. اثنين ملهاش كيمو فلاكس مفيش دواء نديه للعيان او للشخص قبل السكشن انتركورس يعني ننصحه بيه عشان ما يجيلوش. الحاجه الوحيده اللي ممكن نقول له عليها لو سمحت استخدام الواقي الذكري اسمه الكوندوم ناقص حرف الام عندك في الكتاب. كوندوم يعني الواقي الذكري. وعلى فكره ده كلام تهريج. هو بيقلل عدوى لكن مش بيمنعها منع كامل.
طيب، فافضل شيء دايما الاخلاق والالتزام بالدين، ده افضل شيء، ملهاش حاجه تمنعها حقيقيه الا حاله مرضيه واحده. سبحان الله، البيبي النيوتي لسه مولود ده ملوش دم ان امه كان عندها جونوريا. طيب انا عايز امنع الجونوريا انها تيجي للبيبي. قال لك بس لو البيبي اول ما اتولد استخدمت معاه مرهم اسمه اريثرومايسين، مرهم على عينه، لقوا النتيجه بتاعته خلال 5 ايام، استخدموا مده 5 ايام، البكتيريا بتموت. حلوه قوي، عشان كده راحوا قايلين قاعده عامه، بصوا بقى لما تكبروا ان شاء الله هتلاقوها. اي واحده تولد، ماليش دعوه بقى عندها جونوريا معاش جونوريا، ماليش دعوه، انا دكتور وظيفتي عالم، مش وظيفتي ان انا اربيها. فاي واحده عندها جونوريا او ما عندهاش، اي واحده بتولد، الله لو سمحت في قطره لعين ابنك او بنتك اول ما تولدي. بس انا ما عنديش حاجه يا دكتور. ايوه انت زي الفل سليم، محدش يروح مكان تاني هيبقى محدش قرب منك. انت 10 10 ده انا بعمل ده وقايه. يبقى ده دكاتره وقائي بصرف النظر على الست عندها او ما عندهاش، اتفقنا عليه واتفقوا عليه في الورد بره. ليه؟ عشان ما يحرجوش الست اللي عندها. هم عندهم هناك يعني عندهم سمات واخلاق الاسلام من غير ما يكون عندهم اسلام. مش يعني هو انسان وغلط، ايه يعني ما كلنا بنغلط. حبيبي يا متدلع، نعمل فجينا الوش مفيش مشكله، البكتيريا انت فكرك مثلا ايه هتتشل؟ لا 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 لا، خليها على الفجينا، انها موجوده في الفجينا افتراض يعني، هتتشال مثلا دي لازقه ببلي، بص لازقه ببلي، وبعد البلي اوت مبرين بروتين وجوه السل ومطلعها بص، وكل ده موجود فين بقى لسه؟ مش على الفجينا، على السيرفكس. اجيبه ازاي ده؟ غرقها ميه. ايوه ايوه كمان اصلا ما هي فلورا لو مكانها اتغير هتبقى اوكسجين بالنسبه للبيئه. اما خلاص بقى احنا اتفقنا بقى، سواء هي الفلورا او مش الفلورا اي حاجه، لا هي اللي تعمل باثوجينك بس، حتى الفلورا ما بتعملش مش فاهم. لكن حتى ولو خلاص احنا هناخد اتفاق عام كلمه ونص، اهي دي جزء من حل كيسه، ما تقفلش لسه انا ما خلصتش ده الكلام كله في تريكات. انا قلت البرميشن قبل تريك عشان البرميشن اهم. يبقى البرفنشن بتاع حاله اسمها مستني يا دكتوره. ايه هو البرفنشن؟ ايه هو البرفنشن؟ ان انا اعمل ايه؟ اريثرومايسين اوينتمنت. يقول لي بقى على فكره اريثرومايسين اوينتمنت، يقول لي سيرفر نايتريت اوينتمنت، يقول لي توبرين اوينتمنت. في الام سي كيو هتلاقوا اسماء ادويه بس جنبها يقول لك ايه؟ اي دروبس او اوينتمنت. خلاص يبقى الهدف واحد. امال اعالجها ازاي؟ تعالجها ازاي زمان كانت بتستجيب للبنسلين؟ هو ده مش اول لاين اوف تريتمنت عندك. كان زمان بيستجيب للبنسلين، ما عدناش بنستخدمه دلوقتي. حد يعرف يقول لي ليه؟ ايه الميكانيزم اوف ريزيستنس؟ لا بتطلع بتركتاميز. فالبنسلين كان بيجيب نتائج، لكن لقوا ان في بعض الاسترين اكتسبت القوه انها تطلع ال دي. قالوا بس ممنوع البنسلين اصلا، سواء بقى اكتسبت ما اكتسبتش. فعشان كده ما تجربش البنسلين باخواته. امال يستخدموا ايه؟ استخدموا ادويه زي الكويني لونز، ستيبروفلوكساسين او التيتروسكولينز. حلو قوي. ويقول لك ان انت وانت بتعالج اي حاله عندها جونوريا خلي بالك، هتنصحها نصيحه تقول لها لو سمحتي او لو سمحت افحص نفسك لكل الامراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس، الامراض الجنسيه. هو يعني راح نقى خد كله، خد سيفرز ممكن، خد ايدز ممكن، اي حاجه تيجي سكشن. فلو سمحت انصحه دور على الباقي. في واحده معروف انها بتيجي كده كده مع اي حاله عندها جونوريا اسمها كلاميديا، بكتيريا ثانيه تراكوما. تيجي بنسبه قد ايه؟ تيجي كو انفكشن بنسبه 50%. بس ثانية واحدة بقى، يبقى علاجي لازم اضيف دواء اسمه تترا سايكلين اوتوماتيك. العيان هيسألك يا دكتور الدواء ده ليه؟ دي دوايين ليه؟ قلت لي دوايين عشان قلت لي جونوريا السيلان. طب كويس خالص، مدي ده ليه؟ اصل بص انت عندك بكتيريا ثانية بنسبة 50% من الحالات عندك كده كده اوتوماتيك، ما تدورش عليها، انت هتدور عليها. طب ما تدورش عليها، عالجه على طول بيها. 50% دكاترة اعالج الست اللي افكتت بس
او الراجل اللي هتكتب بس ولا هو والبارتنر بتاعه؟ هو البارتنر بتاعه سواء كان ليجل بارتنر او نون ليجل بارتنر. خلينا في الليجل اللي هو مراته او اذا كانت ست يبقى جوزها. الاثنين لازم يتعاملوا بس كويس. عشان كده هي بتبقى موضوع قصته مش سهله زي ما انتم متخيلين، مش خلطه كده. في دكاتره غشمه، في واحد زماننا غشيم كان في السعوديه عمل موقف مع واحد سعودي، هو كان غشيم، ست بريئه ما عندهاش اي حاجه خالص، هو شاف فلورا هو مش فاهم حاجه، بطيخه راح السعوديه. فقال له ايه؟ قال له انت مراتك بص قال له النتائج قبل ما يعمل المزرعه، صح يا جماعه قلته ده؟ ده صح اللي هو عمله ده؟ فقال له بص احنا متوقعين، هو كمل قال متوقعين ما كملش. ما هو الراجل جاي فاهم على فكره. متوقعين دي فيها رقاب. اول رقبه طلعت مين هي؟ الدكتور. متوقعين؟ تعالى انت الاول. متوقعين. نفتح الكيسز. اصلها دخلت في امتحان الامتحان اللي جاي ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. من الاسئله الجنوريه الحصه الجديده طبعا كل ما نأجل ناخد الحصه بتاعتي. ما الامتحان امتى دي؟ امير سافرز فروم ريثرايتس اكمبانيد باي صفحه 14. يا دكتور هو ايه الفرق بين السيرولوجيكال اكشن والرابيد تيست؟ لا السيرولوجيكال بيدور على الانتي بودي بس او الانجن بس بدون تقنيات اضافيه. الرابط فيه تقنيات اضافيه تحل المشكله اللي انت عايز تقوليها ومش عليك التفاصيل. فخلاص الحمد لله جوست اني مريض ريح. اميل سافرز فروم يوريثرايتس اكمبانيد باي ديسيوريا اند بيلرم ديسشارج. الحاله اتحلت كده ماشي. هيز وايف هاد ا هيستوري اوف بيلرم ديسشارج اند سابنجايتس. الدنيا حلوه خالص في العيله دي. الميل عنده ايه والفيميل عندها ايه؟ الميل عنده اكيوت ميل جونوريا والفيميل عندها كرونيك جونوريا. واضح طبعا. اشمعنى كرونيك؟ عشان سربنجايتس. ايه الكوست اوف اورجانيزم؟ نيسيريا جونوريا. سؤال وات از ذا ريلابيلتي الاعتماد او الدقه اوف ذا جرام ستين فور ذيس بيشنت اند هيز وايف؟ باس البيشنت دايجنوستيك 100% وهيز وايف لا، دي عندها كومنسر وعدد البكتيريا قليل لان هي كرونيك، انما هو اكيوت اي جرام نيجاتيف على طول. طب ايه الفيرونس فاكتور؟ سؤال سهل. فول لاب دايجنوز اوف ذيس كيس. ها سؤال خداع. فول لاب دايجنوزس اوف ذيس كيس للراجل شخصه ازاي؟ اكيوت ميل جونوريا كم كلمه؟ كلمتين سبيسيمن رقم 2 دايكس. مع السلامه هقفل. سؤال تاني ايه رايلابيتي؟ ايه هو دقة او اعتمادك او السيجنيفيكانس اهمية انك تعمل جرام ستين فور ذيس بيشنت للراجل ده ولمراته؟ يعني هل الجرام ستين مفيدة بالنسبة لك للراجل ومفيدة للست؟ ولا مش مفيدة؟ مفيدة لمين ومش مفيدة لمين؟ للراجل جرام ستين معناها دايركت سمير. للراجل كوني الاقي جرام نيجاتيف كوكاي بالدايركت سمير او بجرام ستين دايجنوستيك 100%. في الفيميل لا. والله لو الفيميل كانت اكيوت برضه نفس الكلام. اكيوت بقى كرونيك. فول لاب بتاعه ما هو السؤال خداع اهو. نعم؟ لا لا هنا هقول له ريلايبل فور ذا ميل نوت ريلايبل فور ذا ميل. كلمه ونص. تحت السؤال بيقول لي فول لاب دايجنوز اوف ذيس كيس. تشخيص الحاله هو بس. هو مين الحاله؟ هو. هو اللي جاي يشتكي. طيب هو يبقى هو اكيوت ميل جونوريا. كلمتين. مصطفى 3 days after birth a newborn suffered. اول ما اسمع كلمه نيوبورن تفكيري امراض النيونات. العمين بقى احنا مش نجمعها. suffered from conjunctivitis with pilloric discharge. خلي بالكم ايه هو الموست بوسيبل تو اورجانيزم اللي يعملوا كده؟ هم الاثنين دول نيسيريا جونوريا اختها. مع فكره اختها برضه بتعمل نفس الكلام كريميتر كومبس بس هناك هنعرف انهي سترين ان شاء الله بناخدها. How to confirm diagnosis in lab. ها يلا بسرعه طارق بسرعه. سواب رقم 2 دايك سمير 3 اعتمد اقف على كده ولا اكمل؟ كمل كالشر والقطره بالتست. ما تعملش حاجه في العين. خدنا حاجه في العين؟ انا بقول هنا حاجه في العين ومش هي يبقى خلاص. هاو تو بريفنت ذيس انفكشن. هنا كانت عارفين ازاي نعمل بريفنشن. مؤمن بريفنشن بيكون بايه؟ مرهم الكتروماس. حلو خالص.
30 years old patient was represented رقم 4 presented with a history of dysuria 48 ساعة ago acute يعني بقى له يومين بيشتكي من dysuria بس وعنده pus like discharge in his underwear فملابسه الداخلية فيه pus like discharge خلاص ما كده حلها لسه بقى كمل upon examination tenderness was present at the tip of the penis tenderness معناها وجع لما اضغط عليه وانا بفحصه لقيت ان هو بيتوجع طبعا ما هو عنده anterior posterior arthritis anteriorless كويس خالص fresh urine analysis showed increased pus صح when urine culture خدنا مزرعتنا منين من اليورين مش من البصلز مش من الديستشارج خدتها من اليورين قبل ما يكمل اليورين كاشر هي تطلع ايجابيه ولا سلبيه استرايب سلبيه ما فيهاش حاجه هو اليورين كاشر ووز بيرفورمد نو بكتيريال جروث ليه هو خد من البول ما خدش من الديستشارج صح ان ياخد من الديستشارج البكتيريا موجوده فين في الديستشارج مش في البول طيب ايه اللي بص بالدياجنوز طبعا هي نيسيريا جونوريا اكيوت ميل جونوريا Is there any other lab test that could be performed to support the diagnosis? حاجة ممكن تعملها أيوه. أخد يورين تشارج وأعمل لها دايركت ميتر. خلاص. بس نبدأ بالعيان صح مش يورين يعني. حضرتك يا دكتور ممكن ناخد اليورين وإحنا. أخد اليورين وأفصل منه تشارج ما هو ده. أنا في الآخر أنا عايز إيه؟ تشارج. How can you explain absence of bacterial growth in the urine culture? أن البكتيريا مش موجودة في اليورين ده موجودة فين؟ في البص. What are other infections you should seek for in this patient? قال ايه؟ هل في امراض تانية ادور عليها فيه؟ ايوه اي امراض سيكشوال ولما نخلص ان شاء الله نبقى نعرف زي مين. Is there any effective vaccine against this infection? No. Why? لازم احنا قلناها ان هي اصلا كتير ومتدين. خميس ان شاء الله 9:10 ونص باذن الله عندنا امتحان من اول ما خدنا لغايه اخر ما عرفنا.